معانا حزمه سبانخ منزوعه العيدان، معانا ربع كوبايه زيت زيتون، 3 معالق كبار جبنه ريكفور، مرقه حسب الاحتياج، رشه جوزة الطيب وملح وفلفل. خلاص كل اللي احنا هنعمله، انا هنزل زيت الزيتون كله. الوصفه دي ممكن تتعمل على البارد وممكن تتعمل على النار، دي على حسب زي ما تحبوا. خلاص ده هنزل فيه بقى الجبنه الريكفور عشان تسيح. الوصفه دي دسمه شويه علشان فيها زيت الزيتون عالي وفيها الجبنه الريكفور، لكن طعمها قوي، يعني مش هنحتاج لما نيجي ناخد منها، مش هنحتاج ان احنا ناخد كتير، فهتكفي معانا. يعني الوصفه دي المفروض تكفي عدد افراد كتيره. هننزل بقى بقيه الحاجات، اللي هو معانا السبانخ بس تتبل معايا. خلاص كده شايفين اهو ابتدى هيتبل معايا عشان يقل حجمه. زي ما بقول ممكن نضربه بقى في كبة بحيث ان هو يبقى ناعم معانا زي ما عملنا صوص الريحان بالظبط. خلاص اخر حاجة على ده هحط بس رشة جوزة الطيب. اما بقى بالنسبة للخضار هيخش دلوقتي الفرن.